الالعاب المفرطه على النت في الالعاب الالكترونيه كتشكل واحد الخطوره، وكنشوفوا حالات كثيره وبالخصوص عند الاطفال والمراهقين، بحيث كتكون المنافسه وحب الانتصار اللي كيخلي يعني المراهق او الطفل بعض المرات ما كيناش الليل كله. شفنا حالات اللي ما بقاوش كياكلوا، كيخصو يكمل لعبه مور لعبه مور لعبه في المنافسه، وهذا كيأثر بطبيعه الحال على النمو ديالهم وعلى الراحه ديالهم وعلى الدراسه ديالهم. اشنو كينتج لنا هذا الحاله او هذا الادمان؟ كيعطي بطبيعه الحال القلق والتعب، وغالبا ما كيتسبب حتى في حالات ديال الاكتئاب، واللي كيمكن لها بعض المرات كتنتهي بالانتحار كما كنشوفوا بزاف ديال الالعاب الالكترونيه. ولهذا على الاباء ان يكونوا حذرين ويرافقوا الاطفال ديالهم، ومع الاسف الاباء ما كيدخلوش يشوفوا حتى شنو هو الالعاب اللي كيلعبوا ولادهم على النت. وكيكون مهم لو كان يطلبوا من ولادهم وريني شنو كتلعب، فهم لي كيفاش كتلعب، منها كيدوز الوقت مع الطفل ديالو او المراهق، منها كيشاركوا او كيتقاسم معاه شي حاجه اللي كيعيشها المراهق، وهكا كتكون عندنا درايه يعني بالنوعيه ديال ديك الالعاب، واللي بطبيعه الحال كتسمح لينا ديك الساعه باش نشجعوا المراهق باش يدرك ويفكر، وهو اللي خصو يتوصل انه كيدوز واحد الوقت طويل بزاف على هذه الالعاب، وهي مضره للصحه ديالو وللدراسه ديالو. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.